عاود يدخل منطقة الجزاء يعدي يعدي حشاسي كرة من بين فوستر وسافيرة بول تيرني ينهي من خلالها مشترك كرام الشوط الأول في مباراة لانفيلد بتعادل سلبي بين ليفربول وويست بروم. ضغط ليفربول شرف جيدا إمكانيات فريقه. خسارة أمام سوانسي هذه كرة كرة وكاريوس مباغتة تحت العارضة الألماني وحولها إلى ضربة ركنية. تنفيذ مباشر من كريتشوفياك في القائم الأول كرة بالرأس حشاسي وكاريوس ضغط من هذه المرة مع ألانيوم كريتشوفياك تويلا كرة وحشاسي أسبق في الاستلام من كلافان كورته بعيدة أحمد حجازي في لانفيلد هذه كرة فيرمينيو ساديو ماني كورته خارج مرمى بن فوستر ماذا روبرتو فيرمينو هذه الإعادة عرضية ممتازة وساديو ماني لم تكن مؤهلة من الضغط ليفربول إمري تشان عرضية أرنولد والمخالفة لجون إيفانس حوار بين كلاوديو ياكوب ومحمد صلاح يتدخل الحكم لجون ايفانس بول تيرني لإعادة الهدوء كوتينيو غوميز يبدو لي هدف يلغي الحكم هدف ملغى هدف